ثلاث رسائل أبعثها إلى المجاهدين في غزة العزة، ورسالة إلى المجاهدين في الضفة الغربية، ورسالة إلى المرابطين المقدسيين. أيها المجاهدون، وهذا المصطلح الشرعي وليس المقاومة الإسلامية. المقاومة لا تعني المعنى الجهادي، فأنتم مجاهدون جهاد دفع، تدفعون العدو. الله تبارك وتعالى اشترط ووعد، اشترط منكم الصبر، ووعدكم بالغلبة والنصر، وهذا وعد من الله تبارك وتعالى. فقد أمر الله عز وجل نبيه فقال: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إيكم منكم عشرة صابرة يغلبوا 200، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. فالمطلوب منكم هو الوقوف الواحد أمام العشرة، وليست آية التخفيف تعنيكم، وهي قوله تبارك وتعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 يغلبوا 200. هذه الآية لا تعنيكم، تعنيكم الآية الأولى في حال الاختيار أيضا، لكن أوضاعكم التي تعيشونها تقتضي منكم أن يكون الواحد منكم يواجه العشرات. صحيح أن العدو قد جمع نفيره، كما أخبر الله تبارك وتعالى: وجعلناكم أكثر نفيرا. نعم، نفيرهم هو الغالب الآن، الأساطيل والطائرات والدبابات والمقاتلون أيضا، هذا نفيرهم الكبير. ونحن وإن كنا 2 مليار من المسلمين، إلا أنه لا نفير لنا،